أعزائي السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في بارت 2 من هذا التوتوريال وهو ستيب داون بولي وركينج دروينج بروجكت. في الدرس السابق قمنا برسم السايد فيو للفريم والآن سنقوم بعملية بروجكشن أو إسقاط من السايد فيو الى الفرونت فيو للحصول على الفرونت فيو لهذا الفريم. في البدايه سنعمل اسقاط للقاعده وطول القاعده 280. سنعود الى الاوتوكاد ميكانيكال هنا وباستخدام الكونستراكشن لاينز والطريقه السهله والسريعه نحدد ارتفاع القاعده. سأحدد ارتفاع بداية الفرونت لنفترض أنها بداية الفرونت هنا والمسافة offset طول القاعدة على 280 انتر وهذه 280. نلاحظ أن اللوحة صغيرة على مثل هذا التمرين وكما فعلنا في تمارين سابقة كبرنا اللوحة. إذن الطريقة لتكبير اللوحة هي بالدبل كليك على الفريم هنا ونختار A2 ونضغط OK. نقوم بعمل Select لجميع محتويات اللوحة وانتر. نلاحظ أن اللوحة صارت أكبر قليلا. نقوم بعمل Move الآن Move الأورثو On لهؤلاء F8 نضع الأورثو أوف أول نضع المكان هنا في مكانها في الأعلى ضعنا نضعها هنا والآن نقول Move Again لفقط هذه البراكت ونقوم بإبعادها عن F8 لأجل الإسقاط أن يبقى كما هو من هكذا لنرى ماذا لدينا. إذن هنا 280 أجل هي 280. نعود إلى الأوتوكاد ميكانيكال ونتأكد. كيف نتأكد؟ إذن نذهب إلى الرولر أو المسطرة ونقيس الديستانس من هذه النقطة إلى هذه النقطة. عجب إني أرى something wrong. إذن هذا نقول ديليت ونقوم بعملية الأوفست. يبدو أننا وضعنا رقم مش صحيح 280 و offset لبداية السايد فيو. هاي بداية السايد فيو أجل هذا الحين صحيح. تريد أن نتأكد؟ لنتأكد مرة أخرى. إذن هذه هي المسطرة ومن هنا إلى هنا 280 واضح المسافة 280. سأعاود السايد فيو هذا. لاحظ السلكت بهذا الشكل من اليسار الى اليمين. نعمل select window enter click F8 on طبعا بس سأقوم بتقريبا من هذا المكان بعد عن اي constraint او اي object snap. اوكي القاعدة اصبحت لدينا واضحة. من هذه القاعدة نرسم line حول القاعدة من هذه القاعدة من هنا إلى هنا إلى أسفل إلى هنا و رسمنا الفرونت فيو لهذه القاعدة. نتخلص من الكونستراكشن لاين بالإكس هنا ونقوم بعمل موف للمسقطين مع بعض إلى وسط اللوحة تقريبا. يس الآن سنبدأ بالعمل على الويبز. الويب الأول كما قلنا هذا هو الويب الأول وهذا الويب الثاني. هذا باللون البيج وهذا باللون الأصفر. دعونا نرى اللوحة. إن هذا هو أظل هما الويبات الذي نتكلم عليهم. هذا الويب باللون البيج سيكون هنا. إذا لاحظنا إذا نظرنا من الفرونت سيكون هذا هو الويب البيج على مسافة 12 وعلى ارتفاع يبلغ ارتفاع نهاية الأرك من أعلى. المسافة لهذا الويب
ستكون عبارة عن بين البوس والبوس 78، وهنا عندنا 6 3 من هنا وثلاثة من هنا، 6 78 عندنا 84، ونصف ال 84 عبارة عن 42. إذا سنأخذ أوفست من الوسط من هنا على 42 لنحصل على هذا بداية الويب، ومن ثم أوفست 12 لننهي الويب. نعود إلى الأوتوكاد ميكانيكال هنا ونضع construction line عمودي في وسط القاعدة، وهو الوسط. نقول له أوفست كما قلنا كم؟ 40 42. هذه بداية الويب، هذه بداية الويب. الآن الويب على 12، then offset again و 12، وهذه هي thickness مال هذا الويب. الآن سنقوم بعمل إسقاط من رأس هذا الكيرف هنا لنحصل على الويب المطلوب. الويب هو عبارة عن منطقة، هذه أصبح الآن من هنا إلى هنا إلى هنا، وننهي من هذا الويب المطلوب لدي. واضح. سنتخلص من هذه الكونستركشن لاينز، نحتاجها اوريدي، وهذا الكونستركشن أيضا لا نحتاجه. سأذهب الآن إلى إسقاط البوس horizontal line ونهاية البوس، ها هي هذه المنطقة، إذن يعطيني tangent، والtangent لا يفيدني في هذه الحالة. إذن سأذهب إلى الأوبجكت سناب في الأسفل هنا ونكنسل التانجنت. أين التانجنت؟ هنا. نقوم بعمل كنسل للتانجنت، راح كليك بالرايت كليك، بالرايت كليك لاحظ ان التانجنت سويتش اوف، لم يعد مضاء باللون الازرق. ساخذ كوادرنت وهو ارباع الدائره، كوادرنت. الان عندما اقترب من هذا المكان لاحظ الكوادرنت مباشره بالضبط في الدائره، وهنا في الكوادرنت في الاسفل اذن هي الكوادرنت الاخر. حددنا بدايه ونهايه البص. الان سناخذ construction line عمودي على هنا. إذا رجعنا للوحة نلاحظ أن البوس تبعد عن الويب بثلاثة مليمتر من هنا. من سأقوم بعمل أوفست بثلاثة مليمتر، واضح. أوفست ثلاثة مليمتر، وهذه هي الثلاثة مليمتر. إذن حددنا البوس. نذهب إلى لاين الآن ونرسم البوس الذي حددنا إلى هنا، إلى أسفل، إلى هنا. دعونا نعمل تشيك للمسافة بين السنتر والبوس الآن. Then distance من هنا إلى هنا عبارة عن 39 60 و 18 عبارة عن 78، وهذا صحيح. إذن هكذا أكون قد رسمت الويب والبوس. نتخلص من هذه الكونستراكشن لاين لا نريدها. دائما حاول أن تتخلص من الكونستراكشن لاينز الغير محتاجها أولا بأول. الآن سنقوم بعمل الهول. سأخذ كونستراكشن لاين جديد في السنتر الآن. هذا هو الكونستراكشن لاين لتحديد سنتر الهول. أين سأبحث عن الهول هنا؟ كما قلت أن هذا هو الهول الذي أريده. إما بالرايت كليك و باور فيو، ومن هنا نختار فرونت فيو، وسيبدأ الهول من هنا وينتهي مع نهاية البوس. ولاحظ أنه يجب أن يكون، بما أنه داخل هذا الويب إذن يجب أن يكون هذا هيدن. إذن كليك على نختار الهول سيلكت ونحوله إلى الهيدن لاين لاير. اوكي، ما يبقى لدينا الا الويب الاخر لنطالع ما هي
الداتا او القياسات المعطيه لهذا الويب. بنقول ان هذا الويب يبعد من هنا الى هنا 46، وهذا ما نريد ان نقوم به. بنستعمل عمليه اوفست من نهايه الويب هنا الى هنا 46، وارتفاع طبعا واضح من هنا 50، ونعمل عمليه توصيل مايل لهذا الويب. نذهب للميكانيكال اجين، ساخذ كونستركشن لاين اجين هنا، نقول له اوفست على 46، وهاي ال 46. الان ساخذ اسقاط للويب من السايد فيو، ارتفاعها هو ارتفاع الويب النهائي، اكون قد حصلت على نقطتين لبدايه ونهايه الويب. اذا سارسم الويب من هنا الى هنا، ان هذا الويب. ساتخلص من هذه الكونستركشن لاينز. بقي لدينا الهولات، سنرى ما هي قياسات الهول. الهول يبعد 230 عن between centers، 230 بمعنى عن الوسط، عبارة عن 115 مليمتر إلى اليمين، 115 مليمتر إلى اليسار. سأعود إلى الأوتوكاد ميكانيكال ونقوم بعملية أوفست على 115 إلى اليمين و115 إلى اليسار. وفي هذه الحالة ما في داعي نذهب إلى الكونتنتس، إذن سأقوم بعمل كوبي في هذه المرة، كوبي لهذا الهول وانتر. لكن لاحظ من حشيل من بالضبط من التقاطع، هذا تقاطع السنتر لاين مع القاعدة. سأقوم بعمل كوبي في تقاطع السنتر لاين مع القاعدة هنا، وتقاطع السنتر لاين مع القاعدة في الصوب الثاني هنا. وهذه سهولة الأوتوكاد والأوتوكاد ميكانيكال بالذات. أصبح لدينا هذا الهول عبارة عن one unit، وتم التعرف عليهم. هذه هول وهذه هول أخرى، وهذا هول، وهذه هولات، جميع الهولات هنا موجودة لدينا. هل من شيء آخر؟ سنقوم بعمل الجروف في الأسفل فيما بعد. بفضل هذا الهول أن نأخذ، رح نعمل إحنا ميرور. إذن هذا له ديليت، لاحظ اني برسم نصف هذا الشكل. بقي لدينا الفلت على 5، نعاود مرة ثانية فلت انتر، اتوقع انه الخمسة محفوظة، 5 ونو تريم، لا نريد تريم، نقول له اوكي، نقوم بعمل تريم مانيوالي. اذا 5 بين هذا وبين ذي، وايضا هنا هذا الويب مع القاعدة، هنا الويب مع القاعدة. الآن trim enter enter، ونتخلص من الزيادات هنا. هكذا أصبح لدينا الويب مع الهول مع كل هذا. نتخلص من هذا الكونستركشن لاين ديليت، والآن نقوم بعمل ميرور لكل هذه العناصر إلى الصوب الثاني، لأنه الشكل متماثل من الجهتين. إذن هذه هي الميرور. Select Object، سأقوم لاحظوا كيف سأقوم بالتسليك بهذا الشكل. إذن جميع العناصر التي داخل المربع أو الريكتانجل الأزرق هذا هي التي تم التسليكها، ما عدا ذلك لن يكون. لاحظ تم اختيار كل هذه العناصر. بعكس فيما لو قلنا ميرور سيلكت اوبجكت، لو اخذت كروسنج ريكتانجل، لاحظ الكروسنج تم اختيار هذه. الكروسنج ريكتانجل سيكون ما داخل هذا الريكتانجل وما يتقاطع معه، بينما نحن لا نريد ان ناخذ هذه الاجزاء من القاعده ولا هذا الجزء، نريد فقط هذه المناطق. لذلك ساقوم بعمل ميرور اجين، واخذ ايش ويندوز سيلكت، لاحظوا فقط مع الفلتس، واقوم بعمل انتر. الان يطلب مني وضع اين اضع الميرور، من بدايه الميرور هنا ونهايته
بما اني انا شغال اورثو اينما كانت ليست قضيه. لاحظ اعطاني بريفيو في اليسار انه الميرور الاخر سيكون في هذاك المكان، اقول له اوكي. والان يسالني اذا كنت ساريد اعمل عمليه انعكاس لهذا فقط في الصوب الثاني واقوم بديليت هذا الجزء، ام ابقي على السورس اللي هو الموجود في اليمين واعمل فقط ميرور له في الاسفل. هذا هو السؤال، اذا ميرور اريس سورس اوبجكت؟ لا نو no. طبعا نحن نحتاج الى هذا ونحتاج الى الاخر، من هو يجاب على نفسه نو no. اذا كان يس مجرد كتابه حرف الان هو نو no. وانتر الحين وحصلنا على الجزء الثاني من او الـ يس من الويبز مع البوس مع الهولات مع كل شيء. اوكي بقي لدينا عمل هذا الجروف في الاسفل، سأخذ اسقاط الجروف. ها هو الجروف. اوكي الان دعونا نرى كم المسافة في الفرونت للجروف 200، اذا 100 الى اليمين 100 الى اليسار. نعاود اوفست والقيمة 100، 100 الى اليمين، 100 الى اليسار. حددنا الجروف، نذهب الان لنرسم لاين على حدود هذا الجروف من هنا الى هنا الى هنا اسفل. اذا هذا هو الجروف، هذا هو الجروف المطلوب. نتخلص من الكونستراكشن لاينز ونحول هذا الجروف منه في الداخل، اذا نحوله الى الهيدن لاين. اجين نقوم بعمل سيلكت بالويندو وليس كروسنج ويندو، اذا هذا سيلكت ويندو ونذهب الى هنا ونضعه في اللاير AM3 اللي هو الهيدن لاير عندنا. بهذا الشكل نكون قد انهينا القطعة الأولى وهي الفريم. رسمنا السايد فيو في الدرس السابق ورسمنا الآن الفرونت فيو في هذا الدرس. لرسم باقي القطع نلقاكم في الدرس القادم بحول الله تعالى.